بلا زغرة، كأنه هالراس مو مارق من تحت ايدي قبل مرة. ايه والله، محسوبك عم فيصل من المزة، بيشتغل بالبلدية، يعني مراقب على الحارات. أهل المزة أحلى ناس. الله يعز أصلك يا طيب، ويخلي لك الوالد جاه النبي. الوالد؟ الوالد أعطاك عمره. شو هالحكي؟ هلا أبو عصام توفى؟ إيه توفى. ليش أنت بتعرفه للوالد؟ إيه بعرفه من بعيد لبعيد يعني. حلقت عنده أكثر من مرة. صحيح. بما انك انت عم تشتغل مراقب بالبلديه، معيتك يعني خليه يستعجنونا بالزبال الجديد. ايه ما عم نعرف وين نروح بهالزباله. مزبوط، حقك علي. هلا رئيس البلديه عين زبال جديد، بس عم يستنى الحماره والعربايه تبعه مشان يباشر شغله. يا عيني عليك، إيه هاي خبريه. ويا ريت تخبره لهذا الزبال الجديد انه طول خدمته هون بالحاره حلاته ببلاش. بس الزبال حلاته ببلاش. وانت كمان يا فيصل ولو